شوفوا احنا ما عندناش ثروات، وانا بقول لكم كلكم عشان ما حدش يتوهم ان في الدوله المصريه ثروات. وانا كنت اثناء الترشح جبت شيخ البحث والتنقيب، كان هو توفى يعني، كان عنده ساعتها 85 سنه، فبقول له قول لي ايه اخبارنا في يعني على خريطه مواردنا من الثوره المعدنيه. قال لي احنا عندنا ثلاث حاجات عشان اريحك. الثروه يعني حجم هائل، لكن ممكن يبقى عندك شويه بترول شويه غاز يعني، لكن عشان يبقى عندك كميات تقدر تقول ان هي تمثل دخل ريعي حقيقي، لا احنا عندنا رمل وعندنا رخام وعندنا حجر جيري. اقول تاني، وكل الناس اللي معنيه بهذا الامر يردوا عليا ويقولوا لي حاجه غير كده. انا بتكلم على ثروات يعني تطلع منها حاجات بمليارات الدولارات سنويا. اذا انت ما عندكش في مصر غير انك انت تعمل وتدور على الافكار وتطورها وتشتغل عليها عشان تغير من حياة الناس وتعظم دخولها. لكن اذا كنا هنبقى دايما ماشيين حتى بالمسارات اللي انتوا تعتبروها جيدة، هتبقى مش كفاية، هتبقى مش كفاية. ليه مش كفاية؟ لان احنا عدد سكاننا كتير، والطلب لتحسين الدخول في فرق بانك انت تتكلم ليه انا بحلم باللي هنا، ليه؟ مش كده يا فندم؟ تمام. ده بياخد كام؟ يعني هنعرض يا فندم، انا عارف أنا يا اخي اخو ايدي بيبتدي من 15 ل 20 الف جنيه في بدايه اول ما يتخرج، وبعدين يوصل لحد 5 و 6000 دولار و 10000 دولار في الشهر. كويس. انا النهارده بقول كده ليه؟ لان احنا دخولنا في مصر، وانا بعترف بده لان هو ده حالنا، كام؟ يبقى دخول المواطن المصري بصفه عامه دخول مش كبيره، وبالتالي الناس بتشعر باي ضغط في الاسعار بتتاثر بيه. فحد يقول لي طيب ما انت عارف اهو، صحيح يعني انت عارف ان الظروف صعبه، صحيح، بس ده من خيار من اتنين، يلغي الكلام ده كله وضيع مستقبل البلد دي واي تقدم واي تطوير حقيقي لتغيير حياتنا، او ان انا اعمل الاثنين، ايسر ما امكن حياه الناس. الدكتور مصطفى بان احنا يعني مثال، كنت لسه بكلم الدكتور علي من شويه بقول له هاجموك على الرغيف اللي انت اللي هو المعدل ده اللي هم عايزين بيدرسوه يعني. فبقول له طب انتوا قلتوا للناس ان الرغيف ده بيتكلف 75 80 قرش اللي بيتباع بخمسه قروش؟ حد يقول لي انت بتتكلم في الحكايه دي هنا دلوقتي؟ انا بكلم المواطن المصري، بكلم بلدنا، بكلم الناس اللي هي امنتنا على نفسها وعلى مستقبلها. مش بكلم، مش مقصودش اي حاجه، اللي انا بتكلم عليهم دول اهلي وناسي، اهلي وناسي اللي انا اتمنى ان انا اعمل لهم احلى حاجه في الدنيا، مش انا بس، انا واتصور كل انسان مصري مخلص في الحكومه في اي قطاع ما بنشوفوش حتى. لكن بقول لكم تاني، النهارده الدخول البسيطه ديت مش هنقدر نعدلها غير بعمل وعمل محترف